ستستطيع العمل وتستطيع التكسب، لابد أن تعمل وأن تتكسب ولا تمد يدك إلى الناس. ولذا فبعض الذين يخرجون زكاة أموالهم أو يتصدقون فتجدهم يفسدون أكثر مما يصلحون، والسبب أنهم لا يجعلون الزكاة في مكانها، فيأتون إلى شخص يستطيع التكسب والعمل ولا يريد أن يعمل، فيقولون له لا بأس نعطيك المال، فإذا أخذ المال بقي جالسا وبقي لا يعمل. لا هكذا يا أخي، ما بك؟ والله أنا لا أجد عملا. طيب انزل على وسط البلد الآن، اشتري من هذا محلات الجملة جرابين يا أخي، ثم أمسك بها وبيع ملابس داخلية، بيع، تعال هذا المكان صغير تستطيع أن تعمل وتنتج فيه شاي وقهوة، ندفع عنك أجار المحل، نعطيك بالمواد التي تحتاجها، تفضل داوم اشتغل. وهكذا. أما ما نرى في هذا الزمان شباب يمتلئ شبابا وقوة ثم بعد ذلك لا يتكسبون، ويأتي أحد المحسنين ويقول أعطوهم مالا، وبعدين يبقوا جالسين ولا يتكسبون، فهذا حقيقة إفساد لهؤلاء الشباب وإفساد من آباء اتجاه أولادهم. طيب تنبه إلى هذه المسألة.